وهلا صار وقت نتعرف على الرجل يلي صنع الفريق، رجل المباراة. بدي اطلب من الكابتن خالد شنيف تتفضل عند اللاعبين وتعلن مين اختارت اللجنة لهالاسبوع يكون مان اوف ذا ماتش. اوكي. بسم الله. هي اولا في البداية رسالة للاعبين، يمكن في اتفاق بينه وبين اللجنة، أصعب أسبوع نختار فيه لاعب. في 4 أو 5 لاعبين كانوا في أفضل حالاتهم، وضعونا في حيرة. من يوم أمس إلى اليوم إلى الآن في تشاور بينه وبين الكابتن سلقاد وبركات، وضعونا تحت ضغط من نختار فيكم. على مدار الأسبوع ككل الكابتن سلقادو، وعلى مباراة الأمس بالتحديد والتقييم عليها.